يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 26 صغرى فيها 15 جو معتدل، الإسكندرية 26 13، مطروح 23 12، بورسعيد 22 15، الإسماعيلية 27 12، أما محافظة السويس العظمى فيها 26 الصغرى فيها 13، العريش 24 12، طابة 24 15، شرم الشيخ 27 18، الغردقة 26 16، محافظة أسوان أو الأقصر العظمى فيها 31، الصغرى فيها 14، أسوان 31 15، الوادي الجديد 30 14، شلاتين 28 17، وأخيرا حلايب 24 18. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. Thank you.